السلام عليكم ورحمة الله، رحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة. اليوم راح نتحدث عن حروف الجر، مادة النحو أو الجرامر للمرحلة الأولى، القواعد خاصة بالمرحلة الأولى. طبعا أنا يعني بالكتاب شفت هواي أكو ملاحظات، والملاحظات متداخلة والمعلومات مبعثرة يعني ما مرتبة، فأكو ملزمة كلش مرتبة، وهاي الملزمة يعني بيها شرح الحروف الجر مرتب زين عيني. فخلي نبلش ناخذ أداة أداة ونعرف شوية من تجي حتى ما تصير خربطة، من قارن أداة بأداة وصير خربطة، ناخذ الأداة ونقول هاي ويا من تجي ونقفلها وانتهت. نرجع النوب ناخذ أداة أخرى مهم ويجي حتى ما تصير هوسة زين عيني. وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، وخلي نبلش إن شاء الله بتوضيح حروف الجر. احنا عندنا اول اداة هي الان، استخدام الاداة او حرف الجر الان ويا هذه الكلمات in March in October، هذه السنين وكذا كلها تجي وياها، انه اكو كلمات in the middle ages in the afternoon in the past in the future in time، ذن الكلمات كلهن يجي وياهن الان. كذلك يستخدم مع الدول والمدن الكبيرة، الان تستخدم مع in America in Jordan in Iraq in وإلى آخره. كذلك مع الزمن المستقبل لنعبر عن فترة زمنية بمعنى خلال، إذن تجي بمعنى خلال. My brother will be here in a year، خلال سنة راح يكون أخوي هنا. تستخدم هذا بالنسبة للان. زين، أحد عنده يعني سؤال أو استفسار عن الان، إحنا حاضرين، تقدر تبعث لي سؤالك وأنا أجاوبك إن شاء الله. زين، نجي على الآت. الآت تستخدم مع الوقت ويا الساعة ويا كلمة أوكلوك أو ويا الوقت، وكذلك يعني أجزاء معينة من النهار، at dawn at noon at night at dusk، هذه كليتها وياهن تستخدم الآت. at the moment هم تجي وياهن، ضيفهن at the moment تجي وياها الآت. زين، فذني استخدام الآت. نجي على الآن. الآن تستخدم ويا أيام الأسبوع والتاريخ، يعني هي ويا أيام الأسبوع، التاريخ يعني مثلاً بيتش يوم كذا شهر، إذن هي تستخدم مع الأيام، هاي واحد. كذلك تستخدم مع الأعداد الترتيبية، on the 10th في العاشر أو في الخامس من يوم أو من شهر أكتوبر. كذلك تستخدم بمعنى على، على يعني كمعنى، on the table on floor. اذا خلينا نقول يعني كلمة table floor wall حائط، هاي الكلمات كلها نستخدم وياها on. بعد ايش عندنا؟ عندنا الباي. الباي هم موجود بالمرحلة الاولى بقسم اللغة الانجليزية، يستخدم بمعنى من قبل، by thousand of people، by thousand of people يعني ألوف من الناس قد شاهدوا مباراة كرة القدم، باي. وتجي أيضا بمعنى يعني بقرب أو بجانب، باي sit by me، تجلس بقربي، أو هم واقفون بقرب الطاولة، by the table. يعني كذلك تستخدم بحلول بداية أو بحلول أو بداية ذلك الوقت، باي اكتوبر، ببداية شهر اكتوبر، we have finished، إذن مع بمعنى يعني بحلول، تستخدم بمعنى بحلول. نجي على الأداة with. الوذ تستخدم يعني الدلالة على الواسطة التي تم حدوث بها الفعل، يعني عن طريق شنو؟ خلينا نقول بمعنى بواسطة، I open the door with the key، إذن تستخدم بمعنى بواسطة، فتحت الباب بالمفتاح. اكتب بالقلم الرصاص أو بالقلم الحبر أو القلم الجاف، زين، with أخذ صورة بواسطة كاميرا جيدة، زين يعني. كذلك تستخدم بمعنى مع with، وهاي نعرفها كليتنا. الوذ أيضا لها معنى ذو أو له، with a black hair يعني
يعني أنا رأيت فتاة ذات شعر أسود أو ذات أو ذو زين عيني. I saw a man with his children. رأيت ولا رجل مع أطفاله زين عيني. بالنسبة عندنا from to مرات تستخدم من to يعني من to from to من إلى زين عيني. في الفرام والتو هاي مرات قليلة جدا وهاي نادرة يعني. عندنا الفور بمعنى لأجل. There is a letter for you. هذه رسالة من أجلك. Is that flat for sale. هل هذه زيارة للبيع زين عيني. عندنا الأوف هم مهمة تستخدم كإضافة كأداة إضافة يعني كإضافة. The result of the exam نتيجة الامتحان. تستعمل ذو أو من بمعنى من. Coat of many colors يعني معاطف ذو عدة ألوان. هذه الأوف. Between مو مهمة. الأمونج تجي ما بين شخصين أو اثنين. شوف البتوين تستخدم ما بين شخصين اثنين والامونج تستخدم ما بين شخص اثنين يعني اكثر من اثنين. يعني محمد قاعد بين اثنين نقول عليه بتوين. محمد قاعد ما بين ثلاثة منا وثلاثة منا نحن راح نقول عليه امونج. يعني اذا ما بين شيئين نقول بتوين. اذا اكثر من يعني شيئين نقول امونج. بعد ايش عندنا اداة مهمة. بيهايند مو مهمة. During مو مهمة. الدورينج تستخدم مع بمعنى يعني خلال أو أثناء أو طوال. هم مهمة هذه الدورينج هم موجودة عندك بالمرحلة الأولى. After مو مهمة. Before ذن أخذنا ما الأزمنة ما هنا ذني تقريبا أهم الأزمة الحروف الجار اللي تحتاجهن بالمرحلة الأولى واللي احتمال يجنك عندك. التيل هم مهمة. التيل والأنتل بمعنى حتى أو إلى. ها هي ذن أقرأ أكثر الحروف الجار المهمة اللي لازم تقراهن وشد حيلك عليه.